مع الأسف الذي ترجم المحاضرة لم يعرف الطعمة فكتبه التوما بالعربي التوما بعد جهد جهيد ذكرت من هذا التوما اللي اعتمد عليه فيرغسون في الدايغلوسيا فعرفت أنه صار جاء طعمه والحمد لله تواصلت معه وأفادني كثيرا هذا الرجل. فإذا الثنائية اللغوية اللي تشاهدونها الآن أنه إحنا نتحدث في بيوتنا ومع أهلنا المذر لانجوج اللي هي العامية ولما نكتب بطريقة فصحى هناك أنشئت في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي صار يعير الإنسان شايفين بعض الأماكن تعير أماكن أخرى في لفظهم للكلام هكذا صارت لغة هذيل مذمومة ولغة حمير مذمومة بل صارت اللغة النبطية اللي هي لغة الدبر الأنباط والأنباط هم سكان العراق وبلاد الشام سموا النبطيين فاختلف في اللفظ تعرفون في التحول الصوتي الفوناتكس عندك شيء اسمه واشنطن هي أصلها واشنطن بس احنا كعرب الطاء حلو تخرج من فحتى العربي اللي يقول واشنطن يحسها شوي صعب واشنطن طهران هي تهران حتى على نمر السيارات بتكتب تهران فإذا فالنبطيين هم النباتيين أي الذين يزرعون النبات يستنبطون وعند كلمة يستنبط أي يستخرج يستنبط الماء أو يستنبط الزرع فهذه النبطيين وسميت احتقارا لأن البدو وهم العرب في أغلب المصادر وأهم المصادر التي تعرف العرب على أنهم البدو فقط ابن خلدون طيب هذه الإشكالات كلها حتى نبدأ نخرج لها ليش تصير بهذا الشكل ليش يصير خلاف بين اللغة المحمودة واللغة المذمومة هذه الخلافات هي خلافات شخصية لكن الشخص اللي اختلف بيد الأمر على سبيل المثال احنا عندنا شخص اسمه ابن مجاهد كتب كتابا سماه السبعة في القراءات يتحدث عن القرآن أنه يقرأ القرآن بهذه الطريقة وبهذه الطريقة سبع أشخاص حول لغات العرب إلى اختصارها في سبع أشخاص طبعا جاء بعده ابن جني وجاء بعده مكي القيسي وقالوا أن هناك 70 قارئا يعني طريقة في القراءة هم أفضل من السبعة اللي حطهم عبد الله وضعهم ابن مجاهد فإذا طيب كيف تحولت اللغة إلى اللسان إلى لغة سببين السبب الأول أن اللغة العربية اليوم المودرن ستاندرد عربي اللي نعرفها الآن ودرسوها في الجامعات هي عبارة عن دايلكت طب هاي دايلكت لمين أو بالأحرى نسميها فرناكلر اللي هي اللهجة المحلية لمكان معين هي لهجة قريش ولهجة البدو جاء مجموعة من اللغويين واستنبطوا بقية القواعد يعني قاسوا عليها فهي استبعدت كل اللغات العربية الاستبعاد الأول لأنه استقراء ناقص اعتمد الذي قعد اللغة على استقراء ناقص ما أخذ كل اللغات وثاني شيء أن الأمر يتطلب سرعة في الأداء أنت اليوم مطلوب من عندك أن تنقض القرآن وما عندك وقت ما تنتظر أنا أشير لي مدير الندوة اللي لك 30 دقيقة صاروا 25 لا لي 5 دقائق حاول أن أختصر بهذه الخمس دقائق حتى نستفيد من وجودك إن شاء الله تعالى ما الذي يمنع الاهتمام باللهجات؟ العرب يظنون أن من يهتم باللهجات هو مستعمر ومن يقرأ الأورينتاليزم يقرأ الاستشراق لإدوارد سعيد يعرف ندمه
وقرعه لإصبعه بناب الندم، لأنه قال استفاد المتطرفون الإسلاميون من ما مما كتبت، لأنه قال أن الاستشراق هو جاء ليكتشف هذه ويسخرها ويوظفها ويحتل بلداننا، لكن المستشرقين قدموا خدمة جلة لنا كعرب. كما تعرفون اللسان اللغة هي ظاهرة اجتماعية social phenomenon، بمعنى اليوم لغتي ولغتهم هي عبارة عن موروث ثقافي، موروث نفسي قابل للتطور. جداتنا جميعا، جدتي وجداتكم تتحدث بلغة تختلف عنا اليوم، بل أخي الذي ليس له نصيب من الثقافة يتحدث اليوم على المنبر بطريقة تختلف عني. فدراسة اللغة كظاهرة اجتماعية لم تبدأ عند العرب إلا مع ابن خلدون. ابن خلدون يخصص فصلا كاملا إلى دراسة سماها لغات الأمصار، سماها لغات الأمصار، يعني كل مصر له لغة. يعني اللغة العراقية هي عبارة عن اللغة النبطية التي سيطرت عليها اللغة العربية فطوعت نفسها، وهي بالأصل أخت لها النبطية عفوا أخت العربية. اللغة السريانية اللي هي أيضا النبطية، ابن وحشي النبطي في كتابه يقول أن النبطية هي السريانية القديمة. العبرية، من هو مطلع منكم اليوم على العبرية يجد أنها لغة عربية شوي هيك محرفة، يعني أنا لا أحب، أني لو أهف، بهالاختلاف البسيط. لكن اللي درسوا اللي يسموها second language acquisition يعرفوا أن هناك حواجز تمنع تعلم اللغات، ومنها الكاركترز، الحروف اللي تكتب بها. لو أن اللغة العبرية تكتب بالعربية بالحروف العربية لفهمناها أكثر، لكنها مكتوبة أو حتى باللاتينية مثل التركية. اليوم التركية تستطيع أن تفهم كثير من المفردات التركية من خلال قراءتها. يعني غرفة تجارة إسطنبول، إسطنبول تجارة أوديسي من أوضة، يعني الأوضة الغرفة، فشوي شوي تتبين المعاني. أما بالفارسي ف60% من المفردات هي عربية ومكتوبة بالعربي، وترى على الباص مكتوب سريع السير، بس هم يرفضونها سريع السير. العادي اسمه آدي، فأيضا الصوت يختلف بين اللغات. نخلص إلى القول، لابد اليوم حتى نجمع أنفسنا كعرب أن نهتم بلهجاتنا ونرى تقاربها وندرسها، فإذا درسناها سنعرف أن هناك قواعد مشتركة بين هذه اللهجات المصرية. قد تختلف واحدة عن أخرى، يعني أنا هذه 10 سنوات الماضية يعني أقول أفنيتها، قضيتها في هذا المشروع. والمشروع الجديد اللي هو يأخذ من هذه اللهجات المشترك منها، كما فعل، كما قلنا هنا، كما فعل رسول الله. ما حد اعترض رسول الله عندما جاء بالقرآن، ما حد اعترض عليه، ما حد قال إنه فاضل تغير عليه، عملها مثل الحجر الأسود، ترك من كل قبيلة، تعرفون الحادثة، تحمل طرفا من هذه العباءة ليضعوا الحجر الأسود. قال لهم كل شيخ قبيلة يمسك هذه العباءة ولنضع الحجر الأسود، فأخذ من لهجاته. اللهجة المصرية تختلف قليلا لأنها متأثرة باليونانية، بل هي فرع منها في أصلها، خاصة الإسكندرية. يقولون عاوز إيه عند العرب هي إيش، وتخفف تصير إيش. فإذا أدوات الاستفهام العربية تحدثت اليوم، بدل أي، أيكم، أينا، أي وقت، صارت إيش الوقت، إيش لونك. وانتبهوا هنا، هناك بحث غير مطروح في اللغة العربية وهو بحث الإيديومز، التعابير يسموها الشوارد اللي لا تترجم. إيش لونك هي مش من what's your color، يعني it's a greeting. فأنت تصنف تقول أن العرب يقولون في تحياتهم في الجريتينجز يقولون كيفك، شلونك، ويجب أن يكون لنا الجرأة أن نستخدم هذه، لأنه هذه هي العربية. لا تظن أن العربية توقفت عند زمان معين ومكان معين وقبيلة معينة، لكن يجب علينا أن نتسلح أولا بالعلم
يعني يكون واحد لينغوست حقيقي يدرس هذه اللغات ويجد الجوامع اللي موجودة فيها، راح يجد التحولات الموجودة مثل I will not صير I won't أو ain't gonna do that. يعني بعض هذه الاختصارات باللغة العربية، اللغة العربية من اللسان العربي، لسان عظيم، سأعطيكم عظمة اللسان العربي. الفعل العربي يتضمن implies فاعله ونوعه وجنسه. فإذا قلنا لعبة اكتفينا، عرفنا، تعرفتم أننا نتحدث عن شخص واحد، أول معلومة جتكم من عندي، مذكر وغائب، ثلاثة أشياء في ثلاث حروف ما موجودة في بقية اللغات. نقول he played حتى تصير هو لعب، she played. لعبة عرفتم أنه اثنين ومذكرين وعم نتحدث عنهم في الضمير الغائب. هذا المشروع اسمه General Arabic Language، عباءة إمبريلا للهجات. هذا اللي قلت أنا أشتغل عليه من 10 سنوات. يعني مو to replace the modern standard Arabic but to update هذه الطريقة في التعليم تصبح في متاحة. وأول هذه الأشياء الأخطاء التي وقع فيها النحويون الجرامريانز نحاول نصححها بوجودكم وبوجود المختصين. نستطيع أن نصل إلى هذه، إلى تحقيق هذا المشروع. سيكون مشروع العمر لأنه سيجد كل عربي لهجته محترمة، بل لهجته تغني اللسان العربي بضوابط معينة. مو ما في شيء، ما في ضوابط.